شيء غريب جدا جدا عندنا في البني ادمين اسمه سيلكتيف ابزوربشن. يعني ايه سيلكتيف ابزوربشن؟ يعني دلوقتي انا اكلت سكر كتير وحلويات وبسبوسه و... هيروح فين ده كله؟ الجسم السليم بيلتقط الكميه اللي هو عاوزها بس، والباقي كله بينزل مع الفضلات. ده الجسم السليم. الجسم اللي مش مظبوط بيمتص كميه اكتر من اللازم في حاجه من اتنين، يا اما يرمي دهن يا اما يتحول الى مرض السكر. ده بقى مش مظبوط. يبقى اللي مش مظبوط ده جاي من مصارين، هو بياكل غلط ومدي كميه اكبر من اللازم وطعام غير صحي، والمواد الحافظه بوظت الخلايا الحساسه. امتى الاكل يقعد في المعده كتير؟ لو في بروتين، لان في البيبسين والبسينوجين والحاجات دي كلها بتفرز في المعده من اجل هضم مين؟ البروتين. بارك الله فيك. يبقى اذا عندك خلايا عبقريه عارفه ان انا عندي هضم للنشويات، لا ما عنديش، عديه رز بقى ومكرونه، لكن عليه بروتين وعليه لحمه وعليه فراخ، لا يقعد في المعده 6-8 ساعات. وضحت؟